السلام عليكم شباب، معاكم ماكو. عندنا حلقة ثانية من أخبار في جي إس، الحلقة اللي أذكر فيها آخر وأهم أخبار العاب اللي تطلع معانا. طبعا مثل ما تعرفون كل خبر أتكلم عنه يكون الرابط ماله في الوصف، أتمنى تعجبكم أخبار هالأسبوع. بس قبل لا أبدأ حلقة اليوم حاب أقول لكم عن مسابقة حلوة اسمها جيم جام، بتصير في البحرين. طبعا هاي المسابقة يقدرون يشاركون فيها الناس من الخليج العربي كامل، فعندكم فرصة حلوة. طبعا مسابقة جيم جام هي لازم تصمم لك لعبة في ظرف 3 أيام. المسابقة راح تبدأ تاريخ 21 مايو إلى 23 مايو. المركز الأول بيحصل على 1000 دينار، لكن هاي مو كل شيء. في شركة ناشرة حق الألعاب في بريطانيا اسمها ماستر ترونيك، هاي الشركة بتوفر لكم صفقة إن فيكم شركة اسمها إنفينيت وير وتدربكم على التطوير. وما تدرون إذا مثلاً تصميمكم حق هاي اللعبة نجح وعجب الشركة، بتحصلون فرصة إن هاي اللعبة تصير حقيقية وتنشر في العالم كامل. فبحط لكم الرابط في الوصف حق إذا حابين تشاركون في المسابقة، لأن فعلاً ما تتفاوت مثل ما قلت، يقدرون يشاركون فيها الناس من الخليج العربي كامل، فهاي فرصتكم. أول خبر عندنا عن لعبة GTA 5. طبعاً في تحديث جديد حق لعبة GTA 5 على البي سي. طبعاً هو التحديث يعدل وايد أشياء. مثلاً فترة كانوا اللاعبين البي سي إنه لما يصورون صورة في اللعبة، اللعبة تشير بطريقة غريبة، فهاي الشيء تصلح. غير إنه في مثلاً ناس لما كانوا يحطون أو يدخلون بسيارة ثانية في الجراج مالهم، في سيارة من السيارات المحفوظة تختفي على طول بدون ما اللعبة تنذرهم بهاي الشيء. فهاي التحديث عدل هالأشياء، لكن الشيء اللي الناس مستائين منه إن هاي التحديث راح يمنع أو يحظر المود على اللاعبين. فمثل ما تعرفون أغلب الناس خذوا اللعبة هي GTA 5 على البي سي حق المود، كل من يحب المود على GTA 5 على البي سي بالذات. فGTA عقب ما سووا هاي التحديث وايد ناس عصبوا واستاءوا من هاي الشيء، بس أنا أتوقع إن مع الوقت الناس بيحصلون طريقة ثانية عشان يضيفون المود في اللعبة. أنتوا شو رأيكم؟ لعبة Wolfenstein The Old Blood طلع حجم التثبيت مالها حق البلايستيشن 4 راح تحتاجون 36 جيجا بايت، لكن حق الاكس بوكس 1 راح تحتاجون 37 جيجا بايت. طبعا اللعبة ما نزلت للحين، اللعبة راح تنزل تاريخ 5 مايو، واللعبة راح تكون موجودة على الستور سواء كان البلايستيشن او الاكس بوكس تاريخ 14 مايو. لعبة هيلو 5 جارديان تسرب غلاف الرسمي مالها في موقع امازون، وهاي هي صورة الغلاف مثل ما تشوفون. طبعا اللعبة بتنزل تاريخ 27 اكتوبر، وحق الناس اللي طلبوا لعبة هيلو ماستر تشيف كولكشن بيحصلون على لعبة هيلو 5 مجانا. اذا كنت تحب تلعب مارتل كومبات اكس وحاب تتعلم اكثر عن حركات الشخصيات والكومبوز، طبعا في فيديو روعة حق شخصية كاسي كيج في لعبة مارتل كومبات اكس يرويكم شلون تصيرون محترفين في هاي الشخصية. طبعا في وايد ناس على الانترنت يقولون ان حركات او ضربات شخصية كاسي كيج شوي تخلي اللاعب ما يقدر يسوي شيء، لكن انتوا تشوفوا في هالفيديو وشوفوا ايش رايكم. فكل من يمدح كاسي كيج شوفوا في هالفيديو وتعلموا انه يمكن تصيرون احسن ناس في مارتل كومبات. لعبة بروجكت كورز ما بقي عليها شيء وتصدر. طبعا اللعبة بتنزل تاريخ 8 مايو، فما بقي الا كم يوم، وفي قائمة سيارات كاملة اذا حابين تشوفونها شوفوا الرابط اللي في الوصف، حاطين لكم في الموقع كل السيارات اللي راح تكون موجوده في لعبه بروجكت كار. اخر تحديث حق لعبه البقاء H1Z1 ضاف في شخصيه بنيه او امراه او انثى في اللعبه، تقدرون تستخدمونها الحين وتلعبون في هاي الشخصيه. لكن الشيء في هاي الشخصيه او في هاي الاضافه ان صوت المراه او الانثى محدود، فراح يضيفون اشياء اكثر مع التحديثات القادمه، بس ما قالوا متى. لعبه الزومبيز ديد ايلاند 2 راح تتاجل لسنه 2016. طبعا اللعبه كانت من المفترض انها تنزل في هاي السنه، لكن شركة ديب سيلفر أجلتها وقالت إن اللعبة للحين ما عجبتهم وما وصلوا للمكان اللي هم يبونه، فالتأجيل شيء ضروري حق اللعبة. طبعا الناس اللي يحبون اللعبة عليهم إن ينطرون للسنة الجاية. فهاي كانت الحلقة حق اليوم، أتمنى عجبتكم الحلقة، لا تنسون تدعمونا بالضغط على زر لايك. شوفوا الروابط اللي في الوصف فيها كل خبر تكلمت عنها، وفيها بعد خبر عن مسابقة جيم جام. لا تفوتكم المسابقة إذا كانت عندكم الإمكانيات تشاركوا ويمكن تفوزون. فهاي كان كل شيء، كان معكم ماكو، شكرا لكم على المتابعة. مع السلامة.